كم نكرة تشتهي أن تبلغ العلماء وجاهل ينتمي كم نكرة تشتهي أن تبلغ العلماء وجاهل ينتمي زورا إلى العلماء كم ناطح صخرة يوما بجبهته فارتد منهزما والرأس سال دما كم لائم غيره من غير معرفة واللوم من دون علم يورث الندما كم حاقد ساءه ما نال مجتهد فأطلق الحقد في ألفاظه حمما عجائب جمة لا تنقضي أبدا وأعجب العجب غر ينقد العظما هيهات يبلغ ما قد رمى من سفه فواهي العزم لا لن يصعد القمما إن البخاري ثبت غير متهم وذاك إجماع أهل الملة الكرما لسان صدق أمين حافظ ثقة قد شبش من وفي دار الصلاح نما وفي المنام رأى أن الرسول مشى فسار في إثره يستتبع القدم فما تنكب عن نهج الرسول ويا فوز الذي كان بالوحيين معتصما قد صح في النقل والإسناد جامعه واختط نهجا له كالعقد منتظما حاز الصدارة في الأقطار قاطبة بقول أحمد غيث في البلاد هما لله در ابن إسماعيل من رجل قد كان ذا همة أعيا بها الهمما صان الحديث فأضحى صيته عطيا وحبه في قلوب الناس مرتسما فقل لمن رامه يوما بمنقصة هل نجس الكلب للبحر الغيطم طميما فقل لمن رامه يوما بمنقصة هل نجس الكلب للبحر الغيطم طميما